السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى قسم هندسة العمارة في مادة مواد البناء. تكلمنا عن الكتل الخرسانية، واليوم راح نتكلم عن البناء بالحجر. عادة نعرف الحجر يتوفر بمختلف أنواع في الطبيعة، وعند استعمال البناء عادة يحتاج إلى عمليات تتفاوت بين عمليات البسيطة اللي هي عملية التنغير البسيط إلى عملية التقطيع والتنعيم، وتحتاج إلى الكثير من الجهد العمال. عادة الصخور اللي ممكن استخدامها في البناء هي تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الصخور، اللي هي الصخور النارية اللي هي أجنس ستانس، والصخور الرسوبية اللي هي سيمنتري ستانس، والصخور المتحولة اللي هي ميتامورفيك. نجي أول شيء للصخور النارية. تكون الصخور النارية عادة من صخور المواد غير العضوية بالحرارة العالية داخل الأرض، هذا الكلام قبل آلاف السنين. بعد أن بردت هاي بشكل تدريجي كانت قشرة الأرض تقلصت وتكسرت وخرجت إلى السطح، كانت من طبقة المواد النارية مثل الجرانيت أو الصخور. أهم أنواع الصخور هذه والمكونات أهم أنواع المكونات هو الفيسبار، وهي عبارة عن سلكات الألمنيوم، الكوارتز أو المرو عبارة عن السيليكا المتبلورة تكون شديدة الصلادة والمتانة وشفافة عديمة الدم، والذرة الثانية يكون لها لون رمادي أو وردي أو أصفر أو بنفسجي. الشيء الآخر اللي هو المايكا، تحتوي سلكات الألمنيوم على البوتاسيوم على الحديد والمغنيسيوم، وهي ذات قوام هش وتتفلع إلى رقائق نحيفة بسهولة. تحتوي الصخور النارية على بلورات منشورية مسدس الشكل ذا لون أسود من سلكات الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، وكذلك سلكات الحديد والمغنيسيوم ذات اللون الأسود أو الأخضر أو الأصفر. يعتمد تركيب الصخور النارية على معدل انخفاض درجة حرارتها وسرعتها. يكون عندما يكون سريع مثل الصخور البركانية تكون حبيباتها ناعمة وغير متبلورة وتشبه الزجاج، وبالتالي تكون صلدة ويصعب العمل بها. مظهرها يكون غير جذاب. أكثر استعمالاتها تكون في الخرسانة، استخدمها كوركام للخرسانة. أما الصخور في المناطق الأعمق قليلا وتكون على عمق معتدل وتسمى صخور الأغوار، وتكون تحت سطح الأرض وانخفاض درجات الحرارة فيها يكون بطيء، وبالتالي تكون تركيبها من بلورات يسمح انخفاض الحرارة البطيء إلى تكون بلورات ذات حجم متوسط. وأخيرا عندي الصخور الجوفية واللي هي على عمق كبير بالأرض، وبالتالي انخفاض درجة حرارتها يكون بطيء جدا، لذلك تكون بلوراتها كبيرة وخشنة. من أنواع الصخور النارية اللي هو الصوان أو ما يسمى بالجرانيت. الجرانيت تتفاوت ألوانه بين الأبيض الباهت إلى الأخضر القاني، والفلسبار من أهم مكوناته علاوة على المر الرصاصي اللون والمايكا. مميزات الجرانيت يكون تحمل فائق لقوة الضغط، وهذا شيء مهم جدا. مواصفات الجرانيت ومميزاته: ذو تحمل فائق لقوة الضغط، المادة ذو كثافة عالية، ويكون غالي القطع والقلع والتقطيع والتنعيم، ويمكن صقله ميكانيكيا بحيث يصبح ذو وجه ناعم ولمع كزجاج، ويكون ذو مقاومة عالية للتخديش والصدمات الضربات، ذو مقاومة عالية للكيماويات، ويكون عديم المسامية. ومن مساوئه تتلوث بعض أنواعه وخاصة تلك التي تحتوي على شقوق بتأثير الحريق بسبب تمدد الكوارتز مرو والتباين في تمدد مكوناته. نجي إلى الصخور الرسوبية. تتكون من جزيئات صخرية قديمة تهشمت بفعل الماء والريح واستقرت على شكل طبقات في المنخفضات. بمرور الزمن وبفعل الضغط والماء
والأرض فوقها أصبحت طبقات رملية أو الكلسية كتلة متراصة. اختلاف تركيب هذه الطبقات بين حين وآخر يولد طبقات ذات مواصفات مختلفة، قد تكون رخوة في بعض الأحيان. أنواع الصخور الرسوبية، أول شيء عندنا الصخور الرملية واللي تكون من جزيئات دقيقة ناعمة أو كبيرة خشنة من الكوارتز مرو، وأحيانا فيها جزيئات من الفلسبار أو المايكا مربوطة مع مواد سمنتية طبيعية تتحكم في متانتها وقابلية في التحمل وفي لونها. أفضل أنواع هذه الصخور تكون ذات قدرة على التحمل العالي لكنها سهلة التلوث ومقاومتها لعوامل التعرية أقل من الصخور الكلسية. من أنواع الصخور الرملية، الرملية السيليكونية، الرملية الكلسية والرملية الحديدية. وتكون ذات قابلية جيدة في مقاومة العملية. الصخور الكلسية تتألف بشكل رئيسي من كربونة الكالسيوم على الكالسايت، كربونة الكالسيوم المتبلورة، والمتوامة من ترسبات بقايا القشريات. أجا مثل الكلسي من وجود ترسبات من بقايا القشريات وهياكل الحياة المائية في البحار والبحيرات على مدى آلاف السنين. من أنواع الصخور الكلسية، الصخور الكلسية الأوليتية، الصخور الكلسية العضوية، والصخور المتبلورة من المحاليل الحارة التي تحتوي على معدن أو مواد غير عضوية. الصخور الكلسية تكون عدد ذات لون أبيض أو قريب منه، وبعض مكوناتها تلون الصخر بالأصفر أو الأصفر الفاتح أو البني أو الأحمر أو الرصاصي القريب من الأسود، وتتفاوت كثيرا بالصلادة، وبشكل عام تكون أقل صلادة من الصخور الرملية، والعمل فيها أسهل منها ما يصلح للنحت، ومنها رخو يسهل قطعه بالمنشار. الصخور الكلسية مشكلتها قابلة للذوبان في الماء الحاوي على ثاني أكسيد الكربون، وعليه تنظف نفسها عندما تغسل بماء المطر وتعطي المتحجرات والعروق هذه الصخور بعض الشخصية، لأن المتحجرات والعروق تعطي هذه الصخور بعض الشخصية. تتأثر الصخور الكلسية بالحوامض إلى درجة تتناسب وكثافة الصخر بتفاعل المواد الكبريتية في السخام مع كربونات الكالسيوم، ويكون غشاء زجاجيا من كبريتات الكالسيوم، أو تتفاعل مع كربونات المغنيسيوم ويكون طبقة رقيقة زجاجية. يتسبب المطر الذي يغسل الأحجار الكلسية وخاصة تلك الحاوية على المغنيسيوم في خراب الصخور الرملية واضمحلال الطابق الطيني القليل المتانة المثبت أسفل الواجهات. النوع الثالث هو الصخور المتحولة، تتكون هذه الصخور من تعرض الصخور أقدم إلى الضغط والحرارة العالية في بطن الأرض، الأمر الذي يسبب تغيرا في تركيبه الإنشائي، فالطين مثلا تحول إلى حجر الأرتواز، والصخور الكلسية تحولت إلى رخام، والرملية إلى حجر كوارتزي حبيبي. وبتأثير الضغط والحرارة اختفت معالم العروق والبلورات الكبيرة والمتحجرات والحيوانات النباتية. من أهم أنواع الصخور المتحولة الرخام، يتكون الرخام النقي من بلورات دقيقة وناعمة جدا، وهو جيد تماما لأعمال النحت والتفاصيل الدقيقة، ويكون أبيض اللون. وجود بعض المعادن فيه يعطيه لونا عاما أو متمركزا في العرق. وبصورة عامة هو شديد الصلادة، كثيف، يقاوم التخديش، يمكن صقله مما يعطيه نظرا جذابا. يتأثر الرخام بالحوامض والأوجه الصقيلة ولا تستمر كذلك لفترة. من مميزات الصخور عادة هي طويلة في الأجواء وكذلك فترة طويلة، اللي نتكلم بعدنا نتكلم عن الرخام. يتأثر الرخام بالحوامض والأوجه الصقيلة ولا تستمر كذلك لفترة طويلة في الأجواء المرتفعة، قد يحدث فيها تبلور أي تزخر يسبب في فقدان الألوان لبريقها، وقد يحصل أيضا بتأثير الأملاح الموجودة في الخلفيات والجدران والأرضيات، وعليه يجب حمايتها بطلائها من الخلف بمادة تمنع وصول الأملاح إليها. إذا أثناء ما استخدمها في عمليات البناء والتغليف يجب أن ننتبه إلى التبلور أو الأملاح
اللي ممكن يدخلها من الجدران، ويؤدي إلى التزهر وفقدان ألوانها وبالتالي يأثر عليها. الصخور بشكل عام تكون قوية في الانضغاط وتظهر تحمل ثقيل جديد الأثقال، وعلى الرغم من كون معاملة التمدد الحراري لبعض الصخور الكلسية والرخام قليلا، لكن السماح للحركة الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة يكون ضروري بالنسبة للصخور الرملية والإردواز والجرانيت. التمدد الحراري نادر ما يكون مشكلة في الجدران الصوتي، لكن يسبب في التحدب عند المفاصل في الأماكن الأكثر تعرضا لقوة الجو خاصة في الدواري والطيات، وبسبب اختلاف درجة الحرارة بين وجهي ألواح الرخامية قد يتمدد الوجه أكثر حرارة ويلتوي. بالنسبة للخواص الحرارية الأخرى، المبنى مشيد بالحجر وبسبب كتلة يكون ذا سعة حرارية عالية وعليه يكون بطيئا في اكتساب وفقدان الحرارة، كما أن معدل انتقال الحرارة خلال المادة يكون عاليا. أما الخواص الصوتية والعزل الصوتي فالصخر قليل الامتصاص للأصوات وله قابلية جيدة للعزل الصوتي بسبب دخول وزنه. الجدران الحجرية يستخدم الجدار الحجر في الجدران، عندي نوعين رئيسيين من الجدران الحجرية، جدران مشيدة بالأحجار غير المهذبة والجدران المشيدة بالأحجار المهذبة. الجدران بالأحجار غير المهذبة تكون من نوعين، جدران مشيدة بالأحجار ذات الأشكال والحجوم العشوائية، وعادة ترتبط أجزاء هذه الجدران طوليا بتراكب الأحجار بعض فوقها، وربط الربط العرضي باستعمال الأحجار لا يقل عن 3/4 السمك الجدار، وبمعدل حجارة واحدة لكل متر مربع. وبعد حجارة واحدة يكون مثلا، ولغرض الحصول على المتانة والاتزان تستعمل الأحجار الكبيرة للأركان والأكتاف، والبناء العشوائي يتم بطرق عدة. نجي على بعض المعالم الاقتصادية للحجارة. تكون أعمال الحجارة مكلفة بوجه عام بسبب تعدد العمليات الضرورية لتهذيبها، بدءا من حالتها الطبيعية إلى أن نصل إلى الشكل المطلوب للاستخدام، فإن أكثر استعمال في الوقت الحاضر تكون كمادة إنهاء، فهي مناسبة من وجهة النظر الاقتصادية. نسبة تكاليف العمل إلى تكاليف المواد في الأعمال تتطلب بعض الحفر أو النقش أو النحت تكون عالية، وأن نسبة تكاليف العمل إلى تكاليف المواد في الجدران الحجرية المصمتة تكون أقل. ضرورة ملائمة الحجر المختار. التكاليف تتأثر إذا كان التقطيع والتهذيب والعمل سهلا. من العوامل الأخرى التي تؤثر في التكاليف الحجم، تكاليف الحجم، الأبعاد، السمك اللي يؤثر كثيرا في تكاليف النقل والرفع. عندي من أنواع البناء في الحجر اللي هو أول شيء العشوائي بدون سافات، عشوائي بدون سافات، ولهذا الشكل الموجود عندي. نجيب أنواع الحجارة بمختلف أشكالها ونجي نركبها بطريقة بحيث تكون جدار بعرض الجدار، ونمليه مونة ونحاول قدر الإمكان إن نرتب الشكل الخارجي للبناء، وتكون كمية الفراغات المنافية كبيرة والتداخل للحجر الموجود. النوع الثاني العشوائي بسافات، وفيه تنظم الحجارة بمفاصل أفقية واضحة والمسافات بينها تختلف، عمق الأحجار المستعملة في الأركان والأكتاف تتراوح بين
30 إلى 45 سنتيمتر، يعني 300 إلى 450 مليمتر، واللي تحتاج دائما الأركان تحتاج إلى دقة أكثر في وضع الحجر وإنهاء المفاصل. ومن سهولة تجنب حدوث المفاصل العمودية المستمرة، وعلى ذلك فهو أقوى في قابلية التحمل في الأثقال من النوع اللي قبله العشوائي، اللي المفاصل ما تكون مملية بالمونة والحجار متداخلة. النوع الآخر عندي اللي هو العشوائي بالحجارة المضلعة، والصخور في هذه الحالة تكون مادة صلدة صعبة التقطيع لأشكال مربعة، فلذلك نستخدمها بأشكالها الموجودة، تنقر الكتل على أشكال مضلعة ثم تبنى، ومن أجل متانة ومقاومة الظروف المناخية يجب أن لا يقل السمك عن 400 مليمتر، يعني 40 سنتيمتر. اثنين، الجدران المشيدة بالحجارة العشوائية المربعة، هذه تكون ملائمة للأحجار السهلة التقطيع للسمك المطلوب، وسهلة التحويل لأشكال مربعة بسبب تعديل شكل الحجارة. هذه تكون الجدران أكثر اتزان، وذات قابلية أكبر على التحمل ومقاومة الظروف المناخية، والمفاصل فيها تكون أكثر انتظاما وأقل كمية، مما يساعد تقليل الانكماش فيها، وجود أكبر كمية من الحجر مقارنة بالفواصل. وتبنى بطرق عدة، اللي هي أولا بالحجارة المربعة بدون سافات، تكون متداخلة عالية واطية وبدون استحداث سافات كما في الشكل الموجود عندي، أو بالحجارة المربعة على سافات، ويتحدث مفاصل أفقية على مسافات تتناسب عمق الحجارة في الأركان والأكتاف، والإعادة تتراوح بين 300 إلى 400 مليمتر مثل ما موجود بالشكل هذا. الجزء الآخر اللي هو البناء بالحجارة المربع وعلى سافات منتظمة، وتكون هذه الحجارة هنا في الساف الواحد بعمق واحد، ويتراوح بين 75 إلى 450 ملم كما موضح بالشكل، وبالتالي يكون شكل أكثر انتظام، سافات طولية رأسية وسافات عرضية. نجي آخر شيء إلى إنهاء أسطح الحجر. الوجه الظاهر للحجر يمكنها بطرق وتشكيلات تختلف تبعا للأدوات المستعملة وكمية العمل المبذول، والأشكال تكون النماذج لبعض هذه. أول شيء عندي سطح يعني مغلف بالسطح الشبكي، ويكون فيه بأخاديد كما مبين في الشكل، أو سطح بشكل تشققات، أو مثل تمثل بالضبط مثل خطوط الديدان أو تشبه الديدان الموجودة عندي. هذا نوعين. النوع الآخر الوجه مخطط على شكل خاديد بعرض 6 إلى 10 مليمتر أفقية أو عمودية. النوع الثالث الوجه الحجري، عملية تقطيع للوجه بحيث يبين كما موجود في المقطع الموجود عندي. شكل الوجه الحجري المنقر الموجود بالشكل هذه، إنهاء واحدة من أنواع إنهاء السطوح، فتكون عندي من الخارج حافة ملساء، وفي الداخل يكون عندي شكل وجه حجري. نجي لأشكال المفاصل. عادة المفاصل بأشكال عديدة، منها الراجعة ومنها المشطوفة كما في الشكل الموجود عندي، راجع ومشطوف في الشكل اللي موجود عندي، وراح نشوف الصور الخاصة به. هنا يكون عندي هذا، نشوف عندي هذا مقطع المفاصل مشطوفة، يكون على شكل مثلث. هذه المفاصل هنا تكون على شكل مثلث بالشكل هذا، اللي هي تبين عندي بالوجه
التغليف للحجر بالشكل هذا، أو عندي مفاصل راجعة مشطوفة. شو راجعة مشطوفة؟ يعني ما تنتهي مثل الأولى بالشكل هذا، وإنما شنو الزاوية، هذه الزاوية تكون راجعة بشكل تقوس وبعدها تنشطف، فتكون عندي بالشكل هذا كمقطع وكواجهة. النوع الآخر اللي هو مفصل راجع بالشكل هذا، راح يبين عندي بهذا الشكل راجع ولكن يكون غير مشطوف. ولهنا راح ننتهي محاضرتنا، ونشكركم على حسن إصغائكم. نلتقي محاضرة أخرى إن شاء الله.